حياكم الله مشاهدينا من جديد. مشروع عالم الصوف هو مشروع متخصص في تأمين الخامات والأدوات للحرفيات، بدأ فعليا من عام ونصف. لمعرفة المزيد عن هذا المشروع معنا في الاستوديو صاحبة المشروع الأستاذة تغريد الحديثي. يسعد مساك أستاذة تغريد. حياك الله. أهلين. كلمينا في البداية عن هذا المشروع، كيف بدأ ومن وين يعني ابتديت وجمعت أنفسكم في هذا المشروع؟ حقيقة هو بداية المشروع أو فكرة المشروع بدأت بعد ما تعلمت أنا حرفة الكروشيه. تعلمتها في الولايات المتحدة، في المملكة المتحدة في بريطانيا. رجعت لقيت عندنا افتقار في الخامات في البلد، ما عندنا خامات، ما في أدوات مقارنة باللي كنت أشوفه هناك. وكل ما جيت أبغى أسوي منتج كويس بجودة عالية، لقيت انه ما في المنتج، ما في الخام اللي يرضيني، فاضطر اني اطلب اونلاين. ونفس الشيء لقيت نفس الحرفيات اللي قاعدين يشتغلون معي نفس الحرفه يطلبون اونلاين، ففكرت انه ليش ما اروح انا وأأمن هذه الخامات، بما انه عندي خلفيه وعندي خبره في الخامات والادوات، اني أأمنها لي ولمثيلاتي من الحرفيات. والحمد لله يعني كانت الفكره كويسه ومشى الحال معنا مره كان ما شاء الله. اتمنى لكم التوفيق طبعا في مشروعكم. لكن ايش الهدف الرئيسي او الاساسي لمشروع عالم الصوف؟ هو عالم الصوف هو ليست مؤسسة فقط تؤمن الخامات والأدوات للحرفيات، لا، هي احنا عندنا ان شاء الله أهداف يعني أكبر من كذا. أنا دائما في المحافل أقول لكل زميلاتي أنه مشروعك إذا ما كان يتضمن هدف سامي لمجتمعك لبلدك لوطنك فهو مشروع ناقص. يعني أوكي إحنا كلنا كسيدات أعمال نطمح إلى الربح، لكن دائما أشركي الأهداف اللي تدعمك وتدعم وطنك وتدعم مثيلاتك. فمن أهدافنا برضو إحنا عندنا التدريب في المشروع نفسه، عندنا الارتقاء بالمنتج، يعني رفع المنتج من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. أنا بعد كذا لما أجي أخذ حرفية وأدربها على إتقان العمل مصداقا. كيف التدريب هذا أستاذة تغريد؟ التدريب هو تدريب شخصي، وفي عندنا مدربات ما شاء الله مرة محترفات. أنا جيت لقيت ناس يشتغلون لكن ما عندهم خلفية عن أساسيات المهنة، فنرجع ندرب من جديد على الأساسيات وعلى إتقان العمل. هذا الأساسي عندنا يعني. نعم. طب أستاذة تغريد، يعني إيش اللي خلاك من ضمن يعني كسيدة أعمال من ضمن مجالات كثيرة تقدر تتخلين فيها، يعني اخترتي مجال الصوف أو الخيوط بشكل خاص؟ والله أنا يعني من زمان وأنا أحب الأشياء الجميلة، أحب الحرف اليدوية، يعني عندي اهتمام بالأشياء هذه، ويمكنها وراثة عن الوالدة. دائما أقول لأمي، أمي تشتغل كروشيه وتشتغل نيتنج، علميني علميني. الله يعطيها العافية. الله يعافيك يا رب. بس إنها هي ليست مدربة، هي منتجة فقط. لما سنحت لي الفرصة ولقيت من يدربني في الخارج فما ترددت أبدا، وجيت وحبيت أنفع بنات بلدي. فبداية حتى كان التدريب كان مجاني عندي. ممتاز. يعني في بداية فكرتك في التدريب، كانت مجانية. بعدين صرنا برسوم رمزية، والآن الحمد لله ندرب على مستوى كبير إلى دور الإيواء في الرياض. كنت أدرب فيها. ممتاز. طيب كيف لقيتي إقبال الحرفيات يعني في هذا المجال، وبعد يعني في التدريب بشكل خاص؟ بالنسبة للإقبال على الخامات صراحة يعني شيء غير متوقع، أكثر من اللي كنا نتوقع. الإقبال من الحرفيات هنا في جميع مناطق المملكة، الآن نوصل إلى خارج المملكة، دول الخليج. لكن ما سنحت لنا الفرصة بأن نفتح محل إلى الآن، لكن كتوصيل إحنا نوصل لكل المناطق. يعني الإقبال مرة شديد. التدريب قاعد يزيد كل ما لهم الناس، يعني في الوعي قاعد يزداد بأهمية الحرفة وبأهمية الإتقان، وصارت الناس من أول يعني تتدرب بس على اليوتيوب، صار في عندنا وعي الآن أنه لا، أتدرب باحترافية أكثر. نعم. طب أستاذة تغريد، يعني إيش التحديات أو الصعوبات اللي تواجهكم كسيدات أعمال في مجتمعنا السعودي، خاصة لما تدخلون مجال العمل؟ بالنسبة لي أنا يعني كدعم من الأهل، من زوجي، من اللي حولي، ما واجهت صعوبات كثيرة. يعني التحديات كانت مثلا في أني أطلع لوحدي أسافر، هذه صعبة علي، فيعني الله يجزاهم خير ما يقصرون، أخوي كان يسافر معي. لما أتجين تدخلين يعني من ناحية التسويق، ما تقدرين تدخلين أي منشأة أو أي مؤسسة مليانة رجال وأنت سيدة، لابد يكون معاكي شخص. هذه من الأشياء اللي برضو تعوقنا. لما تجين تروحين للدوائر الحكومية برضو صعبة عليكي. أنا طبعا ما أتكلم بس عن نفسي، أتكلم عن الحرفيات بشكل عام. أنا لاقية من يدعمني، يعني زوجي قاعد يقوم بالأشياء اللي فيها رجال وكذا، هو يدخل بدالي. لكن في سيدات صراحة أنا يعني أحتك معهم تلاقي صعوبة في هذا الشيء، فهذه يمكن من الصعوبات. صعوبات ثانية في التسويق، يعني أنا لما أجيب منتج وأنا مبتدئة
تجين للأسواق مثلا تبغين تفتحين محل، يقول لك من أنتي؟ ما في، وهم معاهم حق يعني، يشرحون لك يقول لك إذا أنتي ما عندك فروع، ما عندك جهة داعمة، أنا ما أقدر أضمنك، أنتي ممكن تفتحين عندي وتسكرين برضو، هذه صعوبة إحنا نواجهها. التراخيص هذه من الأشياء اللي يعني يتعاملون معاكي، أنتي منشأة صغيرة يتعاملون معاكي كمنشأة كبيرة. ما في تفرقة من ناحية التصاريح. طب أستاذة تغريد، بخصوص التسويق ذكرتي لي شيء قبل الهوى، أنكم تدعمون الحرفيات بالنسبة للتسويق أو في مجال التسويق نوعا ما. أي لما يصير عندنا معارض، أنا بما أني الآن يعني نوعا ما بديت أنعرف وصار عندي خبرة في الموضوع وعندي خبرة في مجال التسويق لأني تدربت من كذا جهة، فاللي أشوف أنه حرفتها كويسة ومتقنة بالشكل اللي يرضيني وأقدر أقدمها، أنا أخذ منها منتجات وأعرضها، ما عندي مشكلة، بالعكس ندعم هذه الأشياء. أنا نفسي أطلع بعض، في ناس حرفتهم مرة مرة جميلة يعني ما شاء الله وإتقانهم، أتمنى أني أدعمهم. أكيد يعني جميعنا ندعمهم يعني قلبا وقالبا. أستاذة تغريد، حضرتك جبتي معك كثير من المنتجات يعني عندنا في الاستوديو هنا، حابة أعرف إيش اللي يميز منتجات مشروع عالم الصوف بشكل خاص من خلال المنتجات الموجودة عندنا في الاستوديو؟ شوي إحنا نهتم دائما في المنتج إنه يكون متقن وعلى يعني على مستوى عالي من الجودة، يعني لما أقدم لك قطعة وأقول لك هذه ما لها مثيل، هي فعلا ما لها مثيل، وأحيانا أقدم لك قطعة أقول لك لا إحنا نسوي منها قطع كثيرة، أوكي هذه يعني هذه شيء ثاني، لكن لما أقول لك القطعة ما لها مثيل إذن هي فعلا ما لها مثيل. جودة في الخامات، جودة في التصميم، وتاخذ معانا وقت في التصميم عشان اختيار التصميم والألوان، وفي الإنتاج نفسه يعني نراعي في الإنتاج التركيب، نراعي الغرز نفسها تكون مضبوطة، الأخطاء لو حصل خطأ حتى لو بعد ما انتصفتي في العمل ممكن نرجع نفك من جديد ونعيد عشان أطلع منتج ذو جودة عالية، فأنا تهمني كثير الجودة وهذا اللي إحنا قاعدين نشتغل عليه الآن. أكيد هذا اللي يهم أي شخص يعني سواء في مجال العمل أو يعني طالب لهذا المجال يهمه الجودة. صح. أستاذة تغريد، ذكرتي لي قبل الهوى أن البطانية هذه الصوفية لها قصة. أي والله، هذه البطانية يعني هذه البطانية هي من أحب الأعمال اللي أنا عملتها في طول من بعد ما تعلمت الكروشيه، هي هذه البطانية أنا سويتها لجلالة الملك الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان لها مناسبة. الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له من النوع اللي معطاء يعني حتى أنه سمي ملك الإنسانية من حبه للشعب ومن عطائه. فكان في عام 1432 تقريبا قبل 5 سنوات أعطى للشعب أو للموظفين راتبين وأمر بترقية جميع الضباط المستحقين للترقية، لأنه أحيانا الترقيات تتأخر، فزوجي ضابط أنا وكان شامله هذا القرار. فيعني الكل طبعا كان فرحان وسعيد، بس كنت حابة أني أقدم للملك هدية أعبر له عن امتناننا وحبنا يعني له، ليش أنت دايم تعطينا وإحنا ما نعطيك؟ ففكرت إيش ممكن أنا أقدم، يعني أنا مواطنة عادية كيف ممكن أقدم له شيء، فقلت مالي لا أسوي له شغلة بإيدي، فسويت له هذه البطانية. إيش اللي واجهني خلالها؟ أول شيء شخصية الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له يعني تختلف عن شخصيتي تماما، ذوقه أكيد يختلف عن ذوقي، بيئته مختلفة، فكانت الصعوبة في إني أدمج شخصية الملك عبد الله والشيء اللي يناسبه وممكن إنه يعجبه ويرضيه وبين شخصيتي أنا كمنتجة، يعني لازم تبين هويتي في القطعة اللي أقدمها. فواجهت صعوبة مرة في هذه النقطة، في تنسيق الألوان، في اختيار الموديل للقطعة نفسها، وأخذت معي صراحة يعني هي فعليا لو أنه التصميم جاهز والفكرة جاهزة كان يمكن ما تأخذ شهرين، لكن صراحة أخذت معي تقريبا سنة وشوي على بال ما خلصتها. سنة وشوي أخذت سنة وشوي على بال ما خلصتها، طبعا ما هو شغل مستمر لكن عرفتي متقطع، ينقص شيء أروح أجيب وزي كذا، بس في النهاية هي مشغولة بكل حب للملك عبد الله ولا لحقت أسلمها له. الله يرحمه يا رب ويغفر له طيب الله ثراه. طيب التغريد، يعني أشوفك جايبة ما شاء الله أباريق وجايبة سبح معك هنا في الاستوديو، يعني إيش القصة؟ أنا احترت الحين أصواف، لكن الأصواف داخلة في السبح تقريبا اللي موجودة معنا في الاستوديو. هي عموما ما نسميها إحنا أصواف، هي خيوط. نستخدم خيوط مثلا على سبيل المثال السبحة هذه اللي لونها أخضر، هذه الخيوط اللي فيها قطنية، قطن 100% قطن فرنسي. تجين للشغل الثانية السبحة الأسود، ندخلين فيها الخيط بالزري. نراعي دائما في المنتج أنه إحنا مقدمينها لأي فئة، يعني مثلا هذه متناسبة مثلا مع ألوان البطانية ممكن تقدم للشخص اللي بياخذ البطانية، هذه راعينا ألوانها الأسود والفضي ولا دخلنا فيها أي ورود ولا شيء، نبغاها أنها تناسب الجنس الذكوري يعني للرجال.
تجين للتلبيسات برضو نراعي إنها خامة تغطي البريق بشكل تحفظ فيه الحرارة. فهذه قصة يعني دخلتوا خامات كثير ما شاء الله يعني وممكن في مجال الأصواف والخيوط. أي طبعا اللي هو قصدك استخدام الخامات الأخرى غير الخيوط، أنا نستخدم الخرز، نستخدم الترتر، نستخدم أي شيء ممكن استخدامه داخل الخيط ممكن نستخدمه. أحيانا نستخدم أقمشة مع الخيوط. ما شاء الله يعني أبدعتي في الأشياء اللي دخلت فيها في الخامات. أستاذة تغريد، يعني أبي نصيحة منك لأي امرأة أو سيدة أعمال طموحة وتبي تبدأ مشروعها في حياتها في السعودية. والله شوفي، هو العمل كعمل مو صعب، هو الصعوبة اللي تواجه دائما أي امرأة هو أنها توفق بين بيتها وبين عملها. يعني إحنا ما إحنا ضد أنك تعملي، لكن لا يطغى عملك على مهمتك الأساسية. المهمة الأساسية للمرأة هي بيتها وزوجها وأولادها. لما تلقي وقت فراغ أنت ممكن تبدعي في مجالك، مو معناته أنك تنسي نفسك معاهم وكذا، لا بالعكس، أنت من هنا ومن هنا، وأصلا لما أنت تخلصي معاهم هم من نفسهم يبي يدعمونك. فهذه أهم نصيحة، لأن بعض الناس يطغى هذا على هذا. بالعكس، هو أنت لما تكونين محبة لبيتك ومحبة لعملك تلقين دعم من الأسرة نفسها. نعم أستاذة تغريد الحديثي، شكرا لك، نورتينا. الله يحييك يا رب، أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك، أنا شاكرة جدا لك. شكرا شكرا جزيلا، حياك الله. مشاهدينا، فقرات سعادتي مستمرة لكن بعد فاصل قصير. بطمأنينة.